histotube. Histology will be simple. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. معكم دكتورة شيرين حامد، مدرس الأنسجة والخلايا بطب المنصورة، وإن شاء الله النهاردة مراجعة سريعة عن هيستولوجي أوف ذا آي. عرفنا إن الآي ثلاث طبقات. أول طبقة هتبقى فايبرز، تبقى أوتر فايبرس لير، كورنيا وسكليرا. تاني طبقة بتبقى فاسكولار لير أو يوفيال لير، عبارة عن الكورويد والسيلاري بادي أند أيريس. الطبقة التالتة بتبقى نيرفس الموست انر، طبعا عشان تبقى محمية فهي الموست انر، اهم طبقة النيرفس لير اللي هي الريتنا او شبكية العين. اول حاجة الكورنيا، الكورنيا او القرنية باللايت مايكروسكوب عاملة ازاي؟ زي ما احنا شايفين قدامنا الكورنيا او القرنية المدورة دي بتبقى خمس طبقات، دايرة يعني خمس طبقات. اول حاجة طبعا انها معرضة للسيرفز يبقى عايزة ابيثيليوم، فالابيثيليوم تتوقعوا ايه؟ الابيثيليوم اللي بيبقى على طول كده معرض للهواء الطلق هو الاستراتيفايد سكويمس عشان يحمي، فالابيثيليوم عندها استراتيفايد سكويمس. هنفتكر كده نقول اي بعدها حرف البي، بي يعني بومانز ممبرين، بعدين السي يعني كولاجين، حاجة اسمها سبستانشيا بروبريا هي الجزء الاساسي مكونة حوالي 90% من الكورنيا، اسمها سبستانشيا بروبريا المادة الأساسية، أو سي يعني كولاجين هي عبارة عن كولاجين، الدي يعني ديسمتس ممبرين، ودي يعني ديسمتس اندوثيليوم. يبقى بدايتنا ابيثيليوم والموست انر اندوثيليوم، نوع الابيثيليوم اللي بيبطن يعني زي ما بيبطن البلاد فيسل اسمه اندوثيليوم، فهنا اسمه ديسمتس اندوثيليوم. يبقى اي بي سي دي دي، تمام. زي ما احنا شايفين كده ادي الابيثيليوم نوع ايه؟ ستراتيفايد سكويمس نان كيراتينايز، ما ينفعش يبقى فيه كيراتين طبعا على القرنيه، مغطي الانتيريور سيرفيس، تمام، اكسبوزد تو ذا اير بالشكل اللي قدامنا ده. تحته ممبرين، اسمه ايه الممبرين ده؟ اسمه البومانز ممبرين. ايه هو البومانز ممبرين ده؟ ده ممبرين ترانسبارنت شفاف بالشكل ده، هوموجينس متجانس مع بعضه. المفروض الخلايا دي تحتها بيزمنت ممبرين، البومانز ممبرين ده كانه زي البيزمنت ممبرين كده، تمام، في عباره عن ايه؟ شويه كولاجين فايبرز، خلاص. عباره عن ايه ده؟ عباره عن بروتكتيف بارير، فوظيفته ان هو بروتكتيف بارير اجنست تروما، لو حصل اي جرح او اي حاجه هو بيحمي بقيه الطبقات عشان ما يحصلش ايه؟ جرح في القرنيه، تمام، لو حصل خدش في الابيثيليوم هيتعوض، تمام. يبقى هو وظيفته ان يحمي من التروما والبكتيريا الانفيجا. طب لو هو بقى حصل ذات نفسه فيه هو انجري، لا خلاص كده يبقى ايه؟ هيضطر يعوض بفايبروزس، يحصل كورنيال اوباسيتي وعتامه في القرنيه وممكن تاثر على النظر. طب تالت طبقه سي يعني كولاجين يعني سبستانشيا بروبريا، 90% من السيكنس بتاعه الكورنيا. طيب 1 بقى كولاجين، طيب 1 يعني ايه؟ يعني طبقات كتير من الكولاجين فايبرز عامله باندلز، عامله حزم، عامله طيب 1 كولاجين عامل باندلز، تمام. الباندلز دي مفصوله عن بعضها بايه؟ بالخليه اللي بتصنع الكولاجين اللي اسمها الفايبروبلاست. الفايبروبلاست هنا باينه كده ايه؟ مضغوطه كده زي الكور كده في الكورنيا، يسموها كورنيال كورباسلز. يبقى الكورنيال كورباسل زي الفايبروبلاست. الديسمتس ممبرين، الديسمتس ممبرين زي برضو ما كان فيه هوموجينس ممبرين اللي هو البومنز، نفس الكلام هوموجينس اسيلولر ما فيهوش خلايا، ده وده ما فيهمش خلايا، اسيلولر ممبرين عباره عن ايه؟ يعتبر كانه البيزمنت ممبرين كده بتاع الخلايا اللي تحت الابيثيليوم اللي هي ديسمتس اندوثيليوم، تمام. عباره عن بيزمنت ممبرين ماتيريال بتاع ديسمتس اندوثيليوم، هو بيبقى ارفع من البومنز ممبرين. طب ديسمتس اندوثيليوم من اسمها اندوثيليوم، يبقى اقل طبقه بتبطن عندنا هو الفلات سكويمس سيلز، سيمبل سكويمس سيلز لايننج البوستيريو سيرفيس بتاع الكورنيا، خلاص. بيواجه ايه؟ يواجه تحته هيبقى فيه الانتيريور تشامبر بين الكورنيا وبين الايرس، متعرض طبعا للايكواس هيومر اللي موجود في الانتيريور تشامبر. ايه اسباب الكورنيال ترانسبرنسي؟ يا ترى ليه الكورنيا شفافه؟ اول حاجه الابيثيليوم، الابيثيليوم بيبقى بجبوي في بقى بيزمنت ممبرين، لا الممبرين بيبقى بيزمنت ممبرين ستريت بيزمنت ممبرين، تمام، وريجولار ابيثيليوم وطبقاته مش كتير، مش 30 طبقه، لا يعني 5 6 طبقات كده. ايه كمان؟ البومنز ممبرين ترانسبارنت. ايه كمان؟ الكولاجين فايبرز مترصصه ريجولار منتظمه، ده اللي يخلي الانتظام ده يخلي القرنيه شفافه ونقدر نشوف الضوء من خلالها كويس.
كمان الكورنيا ايفاسكولار ما فيهاش بلاد فيسلز تماما. امال بتتغذى ازاي؟ بيجي لها الاكسجين من الهواء وبيجي لها النيوتريشن عن طريق الاكواس هيوما. كمان ايه؟ كمان ان المفروض في دموع كده او ووتر على القرنيه، تمام؟ القرنيه على طول بيحصل لها ايفابوريشن، كونتينوس ايفابوريشن للايه؟ للميه دي، بحيث انها على طول زي النضاره كده لو عليها ميه ما بنقدرش نشوف، فنفس الكلام كونتينوس ايفابوريشن للووتر عشان القرنيه تفضل ترانسبرنت ونشوف كويس. طب السكليرا او بياض العين دي بقى عباره عن البوستيريور 5 6 اوف ذا اي، خلاص الاوتر فايبرس لاير، الانتيريور 1 6 اسمه كورنيا، البوستيريور 5 6 عباره عن السكليرا. طبعا هي معتمه ليه؟ عكس الكورنيا بقى، الكولاجين فايبرز الريجولار، الريفراكتيف انديسز بتاع المواد كلها مش زي بعضها، الطبقات بتاعتها الريفراكتيف اندكس بتاعها معامل انكسار مش زي بعضه، خلاص. بالاضافه طبعا ان فيها كميه كبيره من الوتر مش بيحصل لها ايفابوريشن زي الكورنيا. طيب الكورنيا سكلير جانكشن كلمتين بس بسيطة عليه، اسمه الليمبس، عبارة عن جانكشن بين ايه وايه؟ كورنيو سكليرا، جانكشن بين الكورنيا والسكليرا، تمام. في حاجة مهمة اسمها الكانال اوف شليم، قناة كده بتبقى سيركولار كانال سراوند ذا ليمبس، عاملة داير ما يدور حوالين الليمبس. طيب نيجي نتكلم عن الميدل فاسكولار لاير، الطبقة الوسطانية اللي اسمها اليوفيال لاير. الطبقة الوسطانية دي عبارة عن ايه؟ زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا، عبارة عن الايرس او قزحية العين اللي بتدي لون العين، عبارة عن حاجة اسمها السيلاري بادي ان سيلاري بروسيس، بالاضافة لبقية بقى العين متبطنة بالميدل لير اللي اسمها الكورويد، ميدل فاسكولار لير اسمها الكورويد بين السكليرا وبين الريتنا. اول حاجة الايرس، الايرس عارفين انها ايه؟ مدورة كده ديسك شيب بالشكل ده، colored متلونة، بتفصل ايه عن ايه؟ بتفصل الانتيريور تشيمبر عن البوستيريور تشيمبر. شايفين الايرس اهي، وادي القرنية قدام، ادي في اوضة هنا واوضة هنا، اوضة انتيريور تشيمبر قدام الايرس وواحدة وراها اسمها البوستيريور تشيمبر، متغطية بايه؟ هي ذات نفسها هتبقى متغطية بالديسمنت اندوثيليوم معكوس عليه. هي بقى مغطيه ايه؟ هي مغطيه الانتيريور سيرفيس بتاع اللينس، يبقى هي بتبقى موجوده كفر ذا انتيريور سيرفيس اوف ذا لينس. طب اللينس كده هيأجلها الضوء ازاي؟ يبقى لازم يبقى فيه فتحه في الايرس اسمها البيوبل. طب كهيستولوجي الايرس دي عباره عن ايه؟ الايرس دي لها جزء انتيريور سيرفيس ولها سطح تاني بوستيريور سيرفيس. الانتيريور سيرفيس عباره عن خلايا فايبروبلاست، بالاضافه فايبروبلاست يبقى فيه كولاجين، فايبروبلاست وكولاجين، وطبعا اللون بتاعها عن طريق ايه؟ ملونه ليه؟ عشان فيها ميلانوسايتس بالشكل ده. طب البوستيريور سيرفيس، البوستيريور سيرفيس ده بقى ناحيه كده ناحيه اللينس، بوستيريور سيرفيس بيبقى طبقتين من الخلايا البيجمنتد سيلز، بيجمنتد سيلز شبه الخلايا البيجمنتد ايبيثيليوم بتاع الريتنا، فبيسموها بارز ايريدس ريتيني، بارز ايريدس ريتيني، طبقتين كيوبويدال سيلز وبيجمنتد. طب الاستروما بتاع الايرس، الاستروما اوف ذا ايرس بتبقى في النص بقى، استروما يعني شويه كونكتيف تيشو. لو ان الاستروما بقى ذات نفسها كمان طبقتين، انتيريور ستروما بوستيريور ستروما، يبقى الايرس فيها انتيريور سيرفيس وبوستيريور سيرفيس وانتيريور ستروما بوستيريور ستروما. الانتيريور ستروما لقوا ان بيبقى فيها بيجمنت كتير زي الميلانوسايتس ما موجوده في الانتيريور سيرفيس، في كمان ميلانوسايتس موجوده في الانتيريور ستروما تبقى مور بيجمنتد وليس فاسكولار، البلاد فيسلز فيها قليله. اما البوستيريور layer بتبقى اسمها posterior vessel layer فيها more vascular and less pigmented، pigmented فيها قليل بالشكل ده. ادي الميلانوسايتس هنا شايفين الميلانوسايتس مكمله في الايه؟ في الانتيريور سترومال. اما البوستيريور سترومال فيها blood vessels كتير بالشكل ده. ده مش بس كده، كمان في muscle anterior pupillary muscle والconstrictor، في muscle اسمها dilator pupillary muscle والكونستريكتور بيبلي مصل. الدايلتور بيبلي هتعمل ايه؟ هتوسع البيوبل، والكونستريكتور بيبلي هتعمل ايه؟ هتعمل كونستريكشن وتضيق اليوم. طبعا اسمها كونستريكتور، كونستريكتور يعني عامله سفنكتر بالشكل ده، تبقى سيركولر. اما الثانيه الريديالي ارنجد دي كده، ريديالي ارنجد هي الدايلتور بيبلي، شوفها بتحصل لها كونتراكشن توسع
العين اللي هي دايليتور بيسرد فوسعة البيوبل. اما الكونستريكتور لما يحصل لها كونستريكشن تعمل ايه؟ تضيق البيوبل. ايه وظيفة الايرس؟ اولا انها بتتحكم في السايز بتاع البيوبل، بتوسع وتضيق البيوبل عن طريقها، عن طريق الماسل اللي فيها دايليتور بيوبلي وكونستريكتور بيوبلي سموث ماسل. ايه كمان؟ بتساعد في تكوين الاكواس هيومر، بالاضافة انها طبعا بتدي الكالر اوف ذا اي. استيلاري بادي، استيلاري بادي جسم كده قدامنا زي ما احنا شايفين، هيبقى عبارة عن ايه؟ شوية كونكتيف تيشو فيهم بلاد فيسلز وفيهم ماسل، زيها زي الايرس كان فيها كونكتيف تيشو كونكتيف تيشو، كان في بلاد فيسلز وفي الميلانوسايتس، فهنا نفس الكلام ميلانوسايتس والبلاد فيسلز موجوده وسموث ماسل موجود. السموث ماسل اللي موجوده هنا دي بقى هتتحكم في اللينس، مش في البيوبل بقى، هتتحكم في اللينس عشان الاكوموديشن، اسمها السيلاري ماسلز، مسؤوله عن الاكوموديشن. السيلاري بروسيسز شايفين في زوائد كده طالعه، الزوائد دي عباره عن ايه؟ متغطيه بابسيليوم وجواها شويه كونكتيف تيشو كور. يبقى الريجولار بروسيسز طالعه من السيلاري بادي عباره عن لوس كونكتيف تيشو كفرد بابيثيليوم، والابيثيليوم هنا طبقتين برضك من الخلايا زي بتاع الايرس، بس الايرس كانت طبقتين بيجمنتد، اما هنا واحده بيجمنتد وواحده نون بيجمنتد. الاوتر بيجمنتد زي ما تفتكروا كده واحد بيتعرض للشمس او اوتر فيبقى لونه غامق بيجمنتد، الاوتر بيجمنتد والانر الداخليه نون بيجمنتد، وما انهم شبه الريتنا يسموهم بارز سيلياريس ريتيني، يسموا الخلايا دي البيجمنتد ابيثيليوم ده شبه البيجمنتد ابيثيليوم بتاع الريتنا فيسموه بارز سيلياريس ريتيني. يبقى طبقتين انر نون بيجمنتد والاوتر بيجمنتد. وظيفه السيلير بروسيسز ايه؟ بيكون الاكواس هيومر، ده الاساس بقى تكوين الاكواس هيومر، بالاضافه طبعا المصل اللي معاه بتتحكم في الاكوموديشن. اللينس، اللينس او عدسه العين دي عباره عن ترانسبيرنت باي كونفكس لينس، تمام، عدسه محدبه الجانبين وبتبقى طبعا مرينه الاستيك بالشكل ده، محاطه بايه؟ محاطه بكبسول، تمام، والانتيريور سيرفيس بتاعها تحت الكبسول على طول في ابيثيليوم في الانتيريور سيرفيس، اسمه ايه تحت الكبسول؟ اسمه سب كابسولار ابيثيليوم، كيوبويدال سيلز كده سب كابسولار ابيثيليوم، ودي المسؤوله انها بتكون الفايبرز بتاع اللينس، اللينس فايبرز. كمان العدسه دي متعلقه، العدسه متعلقه بليجامنتس اسمهم سسبنسوري ليجامنتس، زي ما احنا شايفين ادي السيلاري بادي والسيلاري بروسيسز ماسك فيهم، ادي الليجامنتس اهي سسبنسوري ليجامنتس متعلق فيها اللينس، ولما يحصل كونتراكشن للسيلاري بادي يحصل الاكوموديشن ويحصل العدسه تبقى مور كونفكس ويبقى ده سبب الاكوموديشن. الكرويد، الكرويد قلنا ده عباره عن الميدل فاسكولار لاير، بيبقى فاسكولار وبيجمنتد زي الايرس زي السيلاري بادي والسيلاري بروسيس اللي فيهم كلهم بيجمنت وكونكتيف تيشو وبلاد فيسل، يبقى اي حاجه منهم يجي لنا نقول بلاد فيسلز وكونكتيف تيشو لوس كونكتيف تيشو وبيجمنت، موجود بين الريتنا والسكليرا. طبقاته بقى عباره عن ايه؟ هو على طول يعتبر ادي السكليرا هو بعدها على طول، اول طبقه فيه يسموها ايبي كورويد، الجزء الفوقاني فيه يسموه ايبي او سوبرا، ايبي كورويد او سوبرا كورويد، ده على طول الاوتر موست اللي ناحيه السكليرا عباره عن لوز كونكتيف تيشو، تحته طبقه فيها فيسلز كبيره قوي ارترز وفينز كده كبيره موجود، والارترز افتكروا فيها الاستيك فايبرز، يبقى كمان في الاستيك فايبرز موجود في الفيسل لاير دي، بالاضافه كمان في بيجمنت موجود بيجمنت سيل. بعد كده في كابيلاريز كبيره موجوده كده شايفين الكابيلاريز دي سموها كوريو كابيلاري لاير، كوريو كابيلاري لاير موجوده سنجل لاير من الفينستريتد كابيلاريز. اخر حاجه بقى ممبرين كده يسموه براخس ممبرين، براخس ممبرين ده ممبرين فاصل الكورويد عن الريتنا، عن اول طبقه في الريتنا اللي اسمها بيجمنتد ابيثيليا اللي هو البراخس ممبرين، ده عباره عن سن هايلاين ممبرين بالشكل ده موست انر، هو الموست انر هو البراخس ممبرين، واقف عليه مين؟ واقف عليه البيجمنتد ابيثيلي. ايه وظيفه الكورويد؟ وظيفته انه في بلاد فيسلز كده يبقى وظيفته التغذيه، يبقى بيغذي الريتنا نيوتريشن للريتنا. ايه كمان؟ عامل سبورت للريتنا، وبما انه في بيجمنتد سيلز يعمل ابزوربشن لاي اكسس لايت.
البراخس ممبرين وظيفته ايه بقى البراخس ممبرين؟ احنا قلنا في بلاد فيسلز كبيره او نيوتريشن داخل للريتنا، هل اي حاجه كده تعدل للريتنا؟ لا، البراخس ممبرين يعمل ايه؟ ليميتنج للاكسس اوف ان ابروبريت ماكرومولكيولز، البولكيولز الكبيره البراخس ممبرين يمنعها انها تدخل للريتنا. الريتنا دي نيرف سيلز فمحتاجه حمايه عن طريق البراخس ممبرين. طيب ايه الريفراكتيف ميديا اوف ذا اي؟ ايه الحاجات كده اللي بيمشي فيها الضوء علشان يوصل لان احنا نشوف صوره؟ اول حاجه الحاجات الشفافه بقى اللي في طريقنا الكورنيا، قرنيه العين. الضوء اول ما بيعدي بيعدي على القرنيه الكورنيا، بعدين يعدي على السائل اللي موجود اللي بيغذي الكورنيا اللي اسمه الاكواس هيومر، بعدين الضوء يعدي على عدسه العين اللينس، بعدين يعدي على حاجه اسمها الفيتراس بادي او السائل الزجاجي اللي موجود في العين. الاكواسيومر، ايه الاكواسيومر ده؟ كلير فلود، لازم طبعا يبقى كلير عشان الضوء يقدر يعدي. كلير فلود ذات فلو ماشي منين لفين؟ بيتصنع في البوستيريور تشامبر عن طريق السيلري بروسيسز ويمشي يطلع للانتيريور تشامبر وبعدين يغادر خلاص بعد ما يمد بقى الاجزاء دي العدسه والقرنيه يمدهم بالغذاء، يغادر عن طريق الكانال وفشلام وطبعا بيتكون غيره، دي سايكل كده هو ماشي فيه. اهو اول حاجه بتصنع مستيريال بروسيسز في البوستيريو تشامبر هنا اللي ورا الايرس، بعدين يمشي يطلع عن طريق البيوبل الانتيريو تشامبر، بعدين يروح للكانال اوف شلام ويمشي بقى للايكواس فين ويروح للابسكلير فين ويمشي في السيركوليشن، دي السايكل بتاعه. لو حصل بقى مشكله وحصل انسداد بقى في اي حاجه في الطريق ده او في اكسس سيكريشن او سيكريشن زايد قوي عن الطبيعي، يحصل حاجه اسمها الميه الزرقاء او الجلوكوما، ماشي، ضغط العين يبدا يزيد لان في سائل موجود بيزيد في العين، فضغط العين يزيد وممكن ياثر على العصب البصري وياثر على النظر وممكن الانسان يفقد نظره عن طريق الميه الزرقاء الجلوكوما او بيسموها حرامي العين لانه بيسرق النظر واحده واحده كده. طيب الفيتراس بادي، الفيتراس بادي زي ما احنا شايفين قلنا العين دي عامله زي ايه؟ شقه اوضتين وصاله، اوضتين انتيريور تشامبر هنا تحت الكورنيا وبوستيريو تشامبر ورا الايرس بين الايرس واللينس، وفي صاله كبيره كده دي عباره عن فيها ايه؟ فيها الفيتراس بادي او الجسم الزجاجي، دي ماده جيلاتينيه ميوكويد كونكتيف تيشو موجوده في السبيس بين ايه وايه؟ بين اللينس وبين الريتنا، الريتنا وراها اهي وادي اللينس موجود. نيجي بقى نتكلم عن جزء المهم قوي الانر كوت اللي هو النيرفس كوت بتاعنا اللي هو الريتنا او الشبكيه، دي عباره عن ايه؟ ريتينال بيجمنتد ابيثيليوم لسه قايلينه من شويه، ريتينال بيجمنتد ابيثيليوم وتسع طبقات من نيرفس سيلز بيسموها نيورال ريتينا، يبقى الريتينا جزئين ريتينال بيجمنتد ابيثيليوم ونيورال ريتينا. النيورال ريتينا عباره عن خلايا عامله تسع طبقات، الخلايا دي ايه؟ في خلايا مسؤولة عن الفيجوال باسواي هي اللي بتنقل كده الفيجوال باسواي، الخلايا دي افتكرها ار بي جي، ار يعني ريسبتور، بي يعني بايبولار سيلز، جي يعني جانجليون سيلز، ار بي جي دي اللي مسؤولة بتنقل الفيجوال باسواي، هنقول دلوقتي الكلام ده. في خلايا بقى اسوشيتد نيورون او اسمها اسوشيتد نيوروجلايال سيلز، دي عبارة عن ايه؟ خلايا مهمة بس مش وظيفتها بقى تغذي وتدعم، نيوروجلايال فايه هي مهمه بس مش مسؤوله عن الفيجوال باسواي، المهمه يعني هام اتش اي ام، اتش يعني هوريزونتال سيلز، اي يعني اماكراين سيلز، ام يعني مالار سيلز، يبقى دي ثلاثه ودول ثلاثه. اول حاجه اهو قدامنا البيجمنتد ابيثيليوم تحت اهو اللي هينقل الغذاء بقى كده وله وظيفه مهمه وهنقوله دلوقتي بيجمنتد ابيثيليوم، وبعدين في ثلاث خلايا قدامنا، ثلاث خلايا دولت مسؤولين عن الفيجوال باسوي، اول واحده اسمها الريسبتور، الريسبتور دول يعني رود اند كون سيلز، خلايا كده قدامنا رود اند كون سيلز، وبعدين ادي الباي بولار سيلز اللي لونها اخضر دي باي بولار، والجي يعني جانجليون سيل، ار بي جي جانجليون سيل، جانجليون سيل كل الخلايا دي خلي بالكم مقلوبه، الدندرات اللي تحت والاكسون اللي فوق، وادي الدندرات بتاع الباي بولار وادي الاكسون بتاعها لفوق يشبك مع الدندرات بتاع الجانجليون، والاكسون بتاع الجانجليون سيل هتعمل ايه؟ هتعمل الاوبتيك نيرف، ادي نفس الكلام اللي لونهم رصاصي ده الرود والكون اللي هم الريسبتور ار، وبعدين اللي لونها بنفسجي دي الباي بولار، وبعدين هنا الجانجليون سيلز. امال ايه الخلايا التانية بقى اللي معاهم دول؟
عبارة عن الهام اتش يعني هوريزونتال سيل، خلية الخضرة اللي نايمة بالعرض دي اسمها هوريزونتال عشان نايمة بالعرض، دي ال H. ال A يعني amacrine cells، ادي ال amacrine cells كده خلية فوق قريبة من الجانجليون سيلز، وخلية بقى ماما مالر ام مالر سيل، خلية الطويلة الكبيرة اللي قدامنا دي مالر سيلز، وصفتها ايه؟ بتعمل نيوتريشن وتعمل سبورت لبقية الخلايا، وهنقولها بالتفصيل دلوقتي. اللي هي الكبيرة دي اسمها المالر سيلز، طويلة اللي قدامنا دي. يبقى احنا عندنا دلوقتي كم طبقة الريتنا؟ 10 طبقات. اول طبقة البيجمنتد ابيثيليوم اللي تحت دي، تاني طبقة الاوتر سيجمنت كده بتاع الرود اند كون سيلز، حصيان واقماع بالشكل ده يسموها رود اند كون لاير. بعدين شايفين في ممبرين كده متكون هنا كده، الممبرين ده البروسيس بتاع المالر سيل، الخلايا الطويلة دي البروسيس بتاعتها تجنكشن الكومبلكس مع بعض وتعمل الممبرين ده، اسمه اوتر ليميتنج ممبرين، اوتر ليميتنج ممبرين. بعدين في نيوكلياي بتاعت الرود اند كون سيلز، نيوكلياي كده طبقة نيوكلياي اسمها نيوكليار لاير، وخارجية ناحية برة يبقى اسمها اوتر نيوكليار لاير. بعدين في طبقة من التشابكات العصبية بين ايه؟ بين الاكسون بتاع الرود اند كون سيلز والدندرايتس بتاع البايبولار سيلز، يسموها اوتر بلكسيفورم لاير، ضفاير عصبية خارجية يبقى اوتر بلكسيفورم. بعدين طبقة فيها نيوكلياي بتاع البايبولر والمالر والهوريزونتال والاماكراين، كل ده كده مع بعضه طبقة نيوكليا يسموها نيوكليار لاير، بما ان في اوتر يبقى هنا دي الانر نيوكليار لاير. بعدين في ضفيرة عصبية تانية بين الاكسون بتاع البايبولر والدندرايتس بتاع الجانجليون، يسموها ضفيرة عصبية تانية يسموها انر بلكسي فورم لاير. بعدين في خلية كبيرة كده اسمها جانجليون سيلز، النيوكليس بتاعتها هنا، يسموا الطبقة دي باسمها جانجليون سيل لاير. بعدين في شايفين الاكسون بتاع الجانجليون عمل ايه؟ عمل الاوبتيك نيرف، يسموه اوبتيك نيرف لاير. واخر طبق بقى خالص المالر سيل بروسيسز بتاعتها شبكة تاني مع بعض، عملت الانر ليميتنج ميمبرين. يبقى دي 10 طبقات بتاع الريتنا. اول حاجة هنتكلم عنها البيجمنتد ابيثيليوم. بيجمنتد ابيثيليوم من اسمه كده في بيجمنت، عبارة عن ايه؟ باللايت ميكروسكوب خلايا مكعبة كده كيوبيكال سيلز ويز راوندد نيوكلياي، كيوبيكال بيبقى معظمها راوند نيوكلياي، بيجمنتد يبقى فيه ميلانين بيجمنت بالشكل ده. واقف على ايه؟ فاكرين؟ فاكرين براخس ممبرين؟ براخس ممبرين ماسك في ايه؟ ماسك في البيجمنتد ابيثيليوم، تمام، بالشكل ده فيرملي ادهرنس ماسك بيه بديسموزومز. الفانكشن وظيفته ايه؟ وظيفه البيجمنتد ابيثيليوم ايه؟ من اسمه بيجمنتد، في بيجمنت يعني امتص الضوء الزياده. ايه كمان؟ شايفين كده الرودز دي؟ الرودز دي لها ايه؟ فيها ديسكس كده، فيها الصبغه المسؤوله عن البيجمنت، المسؤوله عن الرؤيه، فيجوال بيجمنت، فهي بتتجدد، فهو ياكلها بحيث انها تصنع غيرها، تمام، بالشكل ده. يبقى فاجوسايتوز الاولد ديسكس بتاع الرودز. ايه كمان؟ ده عامل حاجه مهمه قوي اسمها البلاد ريتينال بارير. بلاد ريتينال بارير، شايفين البلاد ريتينال بارير دي عباره عن ايه؟ الخلايا ماسكه مع بعض بتايت جانكشن، بحيث ان الماكرومولكيول البراكس ميمبرين كان بيمنعها انها تعدي. طب مين بقى اللي ممكن يعدي؟ السمول مولكيولز. السمول مولكيولز ممكن تعدي بقى وتوصل للخلايا العصبيه بتاعه الريتنا؟ لا، مش هتوصل. ليه؟ مين اللي بيحميها ومين اللي بيمنعها انها توصل؟ البلاد ريتينال بارير اللي هو عباره عن التايت جانكشن بتاع الريتنا البيجمنتد ابيثيليوم اللي قدامنا ده، تمام، يمنع السمول مولكيولز انها تعدي. يبقى اللارج مولكيول اتمنعت بالبراخس، والسمول مولكيول تتمنع عن طريق الريتنا البيجمنتد ابيثيليوم. شايفين؟ طب بالاي ام بقى، انا عايزاكم انتوا بالاي ام تقولوا عامل ازاي. شايفين ايه الصوابع دي؟ دي مايكروفيلاي، الخلايا اللي فيها حاجات السمراء دي الميلانين بيجمنت. يبقى الابيكال بارت بتاع البيجمنتد ابيثيليوم فيه ام مايكروفيلاي وام فيزيكلز صغيره كده اسمها مايكروفيزيكلز وام ميلانين جرانيولز، يبقى 3 ام موجودين في الابيكس، مايكروفيلاي والفيزيكلز، مايكروفيزيكلز والميلانين جرانيولز.
طب في النص في ايه؟ في النص زي اي خلية فيها الرايبوزومز وار اي ار، وطبعا بما انه بياكل الاولد ديسكس بتاع الرودز عشان كده لازم يبقى في لايزوزوم يهضم، تمام. وطبعا في جولجي نفس الكلام العادي بتاع اي خليه. طب اللاترال باوندرز، اللاترال ما احنا قلنا بقى في انفاجينيشن من الخلايا ماسكه مع بعضها عشان تعمل الريتنا، تعمل البلاد ريتينال بارير، يبقى في انفاجينيشن كده وجانكشنال كومبلكس. طب البيز، البيز فيها انفاجينيشن بالشكل ده ومترصص فيها ميتوكوندريا كتير. طيب تاني طبقة قلنا اسمها ايه؟ رودز اند كونز. هنتكلم هنا بقى عن رودز اند كون سيلز، مقارنة مهمة بين الرودز والكون سيلز. اول حاجة وظيفتها الرود، الرود دي بتبقى من اسمها الرود عصيان رفيعة كده مسؤولة عن الايه، الفيجن ان ديم لايت، والضوء خفيف كده معتم كده بنقدر نشوف كده ايه من غير تفاصيل قوي، ده عن طريق الرودز. اما الرؤية بقى في الضوء الواضح البرايت لايت بيبقى التفاصيل، نشوف الالوان نشوف التفاصيل نشوف كل حاجة عن طريق الكون سنس، تمام، مسؤول عن الكالر فيجن. الكون سي يعني كالر فيجن. العدد بتاع الرودز بما انها مش مهمه قوي عددها كتير 120 مليون، اما الكون سيلز عددها من 6 ل 7 مليون. الاوتر سيجمنت عباره عن ايه بقى؟ هنتكلم كده، شايفين الرود والكون سيلز ده فيه حاجه اسمها اوتر سيجمنت، حته خارجيه كده ناحيه البيجمنتد ابيثيليوم، فيها ايه؟ بتبقى طويله ورفيعه شبه العصايه، فيها فلاتند ديسكس، فيها ديسكس كده مترصصه فوق بعضها، وفيها صبغه اسمها ايه؟ رود، يبقى اسمها رودوبسن، صبغه اسمها رودوبسن، وبايه؟ وعلى طول بتتجدد بقى، يحصل لها تورن اوفر والايه بيجمنتد ابيثيليوم ياكلها وتتكون غيرها. اما الكونز شايفين شكلها عامل ازاي؟ شبه القمع كده كون شيب. شايفين بقى الديسك بتاعها اللي فيها الصبغه؟ لا ده ماسك كده ايه؟ انفاجينيشن في السيل ممبرين، مش بيتجدد بقى، دي حاجات مهمه كده مسؤوله عن الكالر فيجن، مهمه عددها قليل ومش سهله كده ان الصبغه بتاعتها تتاكل كده، لا يبقى بتبقى انفاجينيشن من السيل ممبرين. فيها صبغه اسمها الايودوبسن وما بيحصلهاش تيرن اوفر، مش بتتجدد، تمام. في حاجه بقى عصايه كده بين الاوتر سيجمنت والانر سيجمنت اسمها كونكتنج ستوك، عصايه كده صغيره بيبقى فيها موديفايد سيليوم. بعدين الانر سيجمنت بقى دي فيها كل الاورجانيلز اللي تخطر على بالنا، ميتوكوندريا، رايبوزوم، ار اي ار، اسموس اندوبلازميك جولجي، مايكروتوبيولز، دي حاجه بقى زياده عشان تحافظ على الشكل ده، يبقى في مايكروتوبيولز هنا وهنا. طب السيل بادي، السيل بادي اللي قدامنا ده فيه ايه؟ في النيوكليوس، في النيوكليوس موجود. النيوكليوس بتاع الرودز بتبقى مدوره ومخططه، تمام، وبتبقى موجوده في ليفل، شايفين هنا الليفل بتاعتها مختلفه كده، ادي الاوتر ليميتنج ممبرين، بتبقى موجوده في ديفرنت ليفلز من الاوتر ليميتنج ممبرين. اما النيوكلياي بتاع الكونز بتبقى لارج وراوندد وبيل، خليها نشيطه بقى، لارج وراوندد وبيل نيوكليوس، بالاضافه انهم واقفين على ليفل واحد من الاوتر ليميتنج ممبرين، ادي ليفل واحد كلهم مترصصين متنظمين في نفس الليفل. طيب اخر حاجه بقى السينابتك بارت، السينابس هنا شايفين، شايفين هنا الرود بينتهي بايه؟ الرود بينتهي باند بالب، حته مدوره كوره كده سفير كده بالشكل ده، وبولي سينابتك يعني ممكن يمسك اكتر من واحده تمسك مع بايبولر. اما الكون بتنتهي باند فوت، شايفين حته برود واسعه كبيره كده بالشكل ده، ومونو سينابتك الكون ما تمسكش الا مع واحده بس بايبولر، مونو سينابتك عشان هي مهمه ما بتمسكش الا مع واحده كده، ايه امبورتنت، تمسكش الا مع واحده بس. اما التاني كده الرودز كتير وعددها كتير فيمسك مع ايه؟ اكتر من واحده، يبقى بولي سينابتك. تالت حاجة الأوتر ليميتنج ممبرين، لسه قايلين عبارة عن ايه؟ جانكشنال كومبلكس بتاعت مين؟ البروسيسز بتاع الماما، المالر سيل الطويلة دي، خلاص بالشكل ده. طب الأوتر نيوكلير، لسه قايلين النيوكلي دي بتاعت مين؟ بتاعت الرود اند كون سيلز، موجودة بالشكل ده. طب الأوتر بلكسي فورم، تشابك عصبي بين مين ومين؟ بين الأكسون بتاع الرود والكون سيلز والدندرايتس بتاع البايبولر، ما الخلية مقلوبة، الدندرايتس تحت والأكسون لفوق. ومين كمان مشاركه معاهم؟ الهوريزونتال سيلز، هوريزونتال سيلز مشاركه في الاوتر بليكسي فورم لاير. طب الانر نيوكليار، شايفين بقى الانر نيوكليار فيها النيوكلياي بتاعه البايبولر بس؟ لا، فيها النيوكليار بتاع الهوريزونتال، النيوكلياي بتاع الاماكراين سيلز والمالر سيلز، يبقى فيها اربع نيوكلياي. البايبولر سيلز، البايبولر نوعين، نوع اسمه مونو سينابتيك يمسك مع واحده ايه؟ مع واحده كون، شايفين ادي
المونوسينابتك بتاع الباي بولر دي ماسكه مع واحده كون فقط. اما هنا شايفين دي، شايفين البولي سينابتك دي ماسكه مع اكتر من رود، بس ما بولي سينابتك بالشكل ده. يبقى في عندنا مونوسينابتك باي بولر وديفيوز باي بولر. الديفيوز تمسك مع 2 اور مور رود سيلز. الخليه اللي نايمه بالعرض دي عباره عن اسوشيتد نيورون اسمها الهوريزونتال سيلز، شبكه مع مين؟ تحت كده في ناحيه الاوتر بليكسي فورم لاير. البروسيس بتاعتها بتشبك مع الرودز اند كون سيلز. الاماكراين سيلز بقى لا، دي ناحيه ايه؟ ناحيه الانر بليكسي فورم لاير. اسوشيتد نيورون قريبه من الانر بليكسي فورم لاير، سينابسي مع مين؟ اهو سينابسي مع الدندرايت بتاع الجانجليون والاكسون بتاع الباي بولر. طب المالر سيل، الخليه الطويله اللي احنا قلنا عليها دي، نيوروجلايال سيل بالستيننج نيوكلياس الونجيتد بودي. شفتوا لها طويله الونجيتد ازاي؟ البروسيس بتاعتها عامله ايه؟ عامله الاوتر ليميتنج ميمبرين وعامله الانر ليميتنج ميمبرين، دي اللي عامله ومثبته ومحدده الخلايا بتاع الريتنا. وظيفتها ايه؟ تعمل سبورت، الام بتاعتهم تعمل لهم سبورت، تثبتهم في مكانهم، تغذيهم نيوتريشن، تعمل لهم انسيوليشن للريتينال نيورونز. والاوتر ليميتنج ميمبرين ده يمنع المايكرو انفايرمنت اللي هنا اللي في الرود والكون والبيجمنت ابيثيليوم، مش زي مختلفه عن الحاجات اللي بتعدي بعد كده، يعني هو مش بيعدي كمان كل حاجه الاوتر ليميتنج ميمبرين ده. الانر بليكسي فورم لسه قايلين الانر بليكسي فورم عباره عن ايه؟ ها سينابس بين ايه؟ بين الاكسون بتاع البايبولر والدندرايتس بتاع الجانجليون بالاضافه لاماكراين مشاركه معاهم. طب الجانجليون سيلز، الجانجليون سيلز خلايا كبيره بالشكل ده، تيبيكال نيرف سيلز بالشكل المعتاد بتاعها، بالراوندد فيزيكولار نيوكلياس، فيها بيزوفيليك سيتوبلازم نسل جرانيولز، والدندرايتس بتاعتها ماسكه مع الاكسون بتاع البايبولر. والاكسون بقى بتاع الجانجليون سيل هيعمل ايه؟ هيعمل الطبقه رقم 9 اللي هي عباره عن الاوبتيك نيرف فايبرز. والطبقه بتاع الجانجليون سيلز دي بيبقى موجود فيها بلاد فيسلز نيوروجلاي. النيرف فايبر لاير عباره عن الاكسون بتاع الجانجليون سيل عامله الاوبتيك نيرف بالشكل ده، والطبقه دي بنفس الكلام فيها نيوروجلايال وفيها بلاد فيسلز ريتينال بلاد. الطبقة رقم 10 بقى الموست انر هي ايه؟ الانر ليميتنج ميمبرين اللي هي عبارة عن جانكشنال كومبلكس بتاع المالر سيلز. كده انتهينا من 10 طبقات بتاع الريتنا. سريعا كده نقول 10 طبقات تاني، ادي الريتنا بيجمنتد ابيثيليوم، بعدها رودز اند كون لير، بعدين اوتر ليميتنج ميمبرين، اوتر نيوكليار، اوتر بليكسي فورم، انر نيوكليار، انر بليكسي فورم، جانجليون لاير، اوبتيك نيرف لاير او نيرف فايبر لاير، واخر حاجه انر ليميتنج ميمبرين. الايليد، الايليد او جفن العين شبه اللب كده، عباره عن ايه؟ ناحيه سكن وناحيه ميوكوس ميمبرين اسمه كونجنكتيفا. ادي السكن، سين سكن زي اي سكن، في فاين هيرز، سويت جلاند، سبيشال جلاند، في ماسل طبعا بتتحكم في الايليد، سكيليتال ماسل اراديه بنقدر احنا نتحكم في الايليد بتاعنا، سكيليتال ماسل اسمها اوربيكولاريس اوكيولاي. في بقى حاجه اسمها الترسس، عباره عن دنس فايبرس كونكتيف تيشو، ده المسؤول ان احنا الانسان ممكن يقدر يقلب جفن عينه كده، فايبرس كونكتيف تيشو. وفي جلاند اسمها المايبوميان جلاند، سبيشال جلاند اسمها المايبوميان جلاند في الترسس قدامنا اهي، ادي لونه بني ده عباره عن الترسس وجواه جلاند اسمها سبيشال جلاند. واخر طبقه بقى مبطن، متبطن بيه قلنا، متبطن بميوكاس ممبرين، هنا يبقى اسمه كونجنكتيف. في حاجه بقى بتميز الاي ليد، ان وجود الرموش اسمها الاي لاشز، الاي لاشز 3 ل 4 صفوف من الهير بروجكتنج من الليد مارجن. ادي صوره تانية موضحه، ادي السكن سين سكن، وادي المصل سكيليتال مصل اوربيكولاريس اوكيولاي، وادي هنا ترسس دنس فايبرس كونكتيف تيشو، وفي الجلاند اللي جوه دي المايبوميان جلاند، واخر حاجه ناحيه موست انر هي البالبيبرال كونجنكتيف. ايه الجلاندز اللي موجوده في الاي ليد؟ لسه قايلين واحده في الترسس اسمها المايبوميان جلاند، وفي جلاند اسمها جلاند اوف مول وجلاند اوف زيس، جلاند اوف زيس وجلاند اوف مول.
الماي بوميان جلاند. الماي بوميان جلاند قلنا موجودة في التارسال بليت، لونج سبيشس جلاند، جلاند طويلة كده سبيشس جلاند، مش فاتحة بقى في الهير بتاع الهير فوليكلز دي بتاع الايلاشز، لا فاتحة وراهم، open in the lid margin by duct behind the gray line. green line شايفين في خط رصاصي كده عند الرموش كده بعده على طول فاتح، مين فاتح؟ الميبوميان جلاند. لو حصل obstruction بقى في الميبوميان جلاند، السكريشن تخزن جواها، يعمل حاجة اسمها الكاليزيون او الكيس الدهني، inflammatory swelling، موجود فين؟ موجود نتيجة الانفكشن من الميبوميان جلاند بالشكل ده، بالشكل اللي قدامنا ده. طب الجلاند اوف مول، مول يعني مية، يعني بتفرز مية، يعني سويت، موديفايد سويت، تمام، هي عبارة عن موديفايد سويت جلاند موجودة بوستيريور للاي لاشز. طب الجلاند اوف زيس دي عبارة عن موديفايد زيس اس سبيشس جلاند، يبقى موديفايد سبيشس جلاند موجودة فين بقى؟ دي بتفتح في الهير فوليكل بتاع الاي لاشز، يبقى عندنا سبيشس جلاند مايبوميان بتفتح ورا الاي لاشز، وفي واحدة بتفتح في الاي لاشز اللي هي جلاند اوف زيس. الستاي يعني استاي، لما يحصل انفكشن بقى في الجلاند اوف مول او الجلاند اوف زيز تعمل حاجه اللي اسمها ستاي بالشكل ده، بيبقى بقى بينفول وريدنس بالشكل ده. شايفين هنا الكلكوعه دي كده، ده الكاليزيون الكيس الدهني. شايفين هنا المفروض مايبومين جلاند كده بتبقى ايه صغيره، ما تنفخ كده يبقى يعمل الكاليزيون. شايفين هنا، هنا المفروض حصل بقى هنا ايه انفكشن كده عند الاي لاشز كده في الجلاند اوف زيس او جلاند اوف مول، وعمل الستاي بالشكل ده، ادي الكاليزيون وادي الستاي. كونجنكتايف او ملتحمه العين دي عباره عن ايه؟ ديز فيري سين ترانسبارنت، طبعا شفاف، ترانسبارنت ميوكاس ممبرين، موجود فين بقى؟ مغطي بياض العين السكليرا، ويبقى اسمه بالبر كونجنكتايفا، ومبطن جفن العين، ويبقى اسمه بالبيبرال كونجنكتايف بالشكل ده. ادي بياض العين قدامنا اهو، الجزء ده دي القرنيه، الجزء ده بقى بياض العين اهو، بياض العين متغطي هنا بالبالبر كونجنكتايفا، وجفن العين بالبالبيبرال كونجنكتايف. في حته بقى الثانيه اللي بينهم دي، جانكشن اللي بينهم دي، اسمها الفورنكس. يبقى الكونجنكتايفا عباره عن ايه؟ ميوكاس ممبرين، يعني ابيثيليا مكوريا. الابيثيليا من نوعه ايه؟ على حسب هو فين. عندنا بالبر كونجنكتايفا وبالبيبرال كونجنكتايفا، والحته اللي لونها احمر دي اسمها الفورنكس. البالبر كونجنكتايفا والبالبيبرال كونجنكتايفا معرضين كده للهواء، عشان كده يتغطم بالابيثيليوم اللي بيحمي عندنا لو ستراتيفايد سكويموس نان كيراتينايزد. الحته بقى اللي لونها احمر دي اللي جوه داخله لجوه قوي دي، دي ايه؟ عباره عن ستراتيفايد كولامنر. الفورنكس بيبقى ستراتيفايد كولامنر، وفي شويه جوبلت. ايه الجوبلت هنا وظيفتها ايه؟ تفرز لنا شويه ميوكاس يساهموا في تكوين التير فيلم. يبقى الدموع بتبقى مش عباره عن فقط ميه بس كده، لا بيبقى عباره عن فيها إيه كمان من الجزء دهني شويه حافظ عليها اللي هو السبيشس جلاند، بالاضافه للايه ميوكاس عن طريق الجوبلت سيلز الموجوده في الفورنكس. الكوريوم شويه لوس كونكتيف تيشو بلاد فيسلز ونيرفس وليمفاتكس وكونكتيف تيشو سيلز، اتوقعوا ايه؟ الخلايا اللي هنا اللي تحمي الليمفوسايتس، يبقى في ليمفوسيتك انفلتريشن. شايفين هنا المفروض بتبقى شفافه، بس لما يحصل احمرار بقى والتهاب، ايه الحاجات البلاد فيسلز اللي ظهرت دي؟ دي بلاد فيسلز موجوده في الكونجنكتايف، هي اللي ظهرت قدامنا دي في الكوريوم بتاع الكونجنكتايف. ايه وظيفه الكونجنكتايفا؟ لسه قايلين ان عن طريق الميوكاس اللي هي بتفرزه بالجوبلت سيلز دي، هيبقى وظيفتها بتعمل لابريكيشن وبروتكشن للتير. يبقى التير مش ميه بس كده، لا فيها بلابريكيشن عن طريق الميوكاس اللي موجود ده، بالاضافه طبعا فيها الليمفوسيتك انفلتريشن، يبقى لها وظيفه ديفنس وامينولوجيكال رول. اللاكريما الاباريتس او الجهاز الدمعي عباره عن ايه؟ دموعنا دي بتتكون عن طريق اللاكريما الجلاند او الغدد الدمعيه اللي بتكون الدموع. طب الدموع دي بعد كده تروح فين؟ تمشي عن طريق اللاكريمال كاناليكولاي. شايفين في كده قناتين صغيرين كده اسمهم اللاكريمال كاناليكولاي، دموع تمشي تدخل فيهم، موجودين في الميديا الاسبكت كده في الليد مارجن، ويفتحوا في ايه؟ في كيس كده اسمه اللاكريمال ساك. واللاكريمال ساك ده عبارة عن وايت تيوب بالشكل ده، عباره عن ايه؟ بما انه لاكريمال كده في النوز، يبقى شبه النسيج بتاع النوز اللي هو فاكرين نسيج الكاذب، سودو ستراتيفايد كولامنر سيليتد وذ جوبلت، يبقى لاكريمال ساك زي النوز،
صوص الصوصات كلها من نارسليت. والنيزولاكريمال داكت دي بقى توصل تفتح في النيزل كافيتي. عشان كده الناس اللي بتعيط كتير تلاقي ايه النوز بقى رانينج نوز بقى وقاعدين يمسحوا ايه النوز بتاعتهم عشان الدموع نزلت في النوز. اللاكريمال جلاند دي عباره عن خلايا تبقى كولامنر شيب بالشكل ده، فيها سكريتوري جرانيولز لونها فاتح لايتلي ستيند سكريتوري جرانيولز، وفيها زي اي اسنس بيبقى فيها ميه اوبسيليال سيلز كده عشان تعصر الاسناي وتنزل السكريشن. وظيفتها ايه؟ بتفرز التيرز. التيرز دي وظيفتها ايه؟ بتعمل ترطيب لمين؟ ترطيب لقرنيه العين وترطيب للملتحمه. لو ما فيش الدموع دي يحصل جفاف في العين، وناس عندهم دراي اي وياخدوا الناس اللي بتقعد على الكمبيوتر كتير يبقى عينهم نشفت، فيجيبوا بقى نقط بقى ايه زي ارتفيشال تيرز كده، نقط ايه يحطوها بدل التيرز اللي قلت عندهم دي. فهي وظيفتها مويستن للكورنيا والكونجنكتيفا. بالاضافه انها كمان الدموع غنيه باللايزوزايم عشان تعمل هيدروليسيس لاي بكتيريا موجود. الكيس اللي معانا 64 years old man presented to emergency room جاي الطوارئ لفيجن لوس، ما عادش بيشوف في الرايت اي، الموضوع بروجريسد معاه، بدا من 4 اسابيع الفيجوال اكيوتي بتقل، بقت هاند موشن يا دوب كده بيشوف ايدين بتتحرك قدامه، كان حصل له هيد تروما كانت خبط في دماغه، عملنا له فاندس اكزامينيشن فبان ان في تير في الريتنا، في تمزق كده في الريتنا قدامنا في نص الريتنا. الحاجه دي بيسموها ريتينال ديتاشمنت. ايه اللي حصل؟ الراجل ده ما عادش بيشوف ليه؟ بسبب احنا عارفين اثناء الديفلوبمنت بتاع الريتنا، الريتنا دي بتبقى كاب شيب بالشكل ده، الريتنا الابيثيليوم بيبقى بعيد عن بقيه النيورال ريتنا، بس بعد كده بيقربوا من بعض تمام، بس مش ماسكين مع بعض قوي. فايه اللي بيحصل؟ البيجمنتد ابيثيليوم مع الفوتوريسبتور اتفصلوا عن بعض، دخل التروما الهيد تروما دي دخلت سوائل وحاجات فصلت الريتينال بيجمنتد ابيثيليوم عن الفوتوريسبتورز. فالانسان ده دلوقتي الغذاء اللي كان بيجيله عن طريق البيجمنتد ابيثيليوم ما عادش بيوصل له، فالخلايا بدات تموت، خلايا الريتنا بدات تموت تمام بالشكل ده. الحل ايه بقى؟ انه يعمل ليزر سيرجري ويحاولوا يرجعهم يقربوا تاني البيجمنتد ابيثيليوم مع النيورال ريتنا عشان يقدر يتغذى. طبعا ده لو لحقوا من الخلايا، لانه لو وصل ان خلاص الخلايا ماتت كلها اتعمى خالص فمش هيقدروا يعملوا حاجه، خلاص الخلايا اتدمرت بتاع الريتنا، فده لو لحقوها قبل ما ايه ما تتدمر. هو بدا يفقد نظره واحده واحده، فيلحقوه بقى بالعمليه بالليزر سيرجري بالشكل ده. شايفين ادي حصل انفصال كده، شايف السوائل دخلت هنا فلويد اتجمع، فصل لونه احمر الريتنا البيجمنتد ابيثيليوم عن اللي لونه اصفر ده اللي هو النيورال ريتنا بالشكل ده، فيحصل حاجه اسمها انفصال الشبكيه او ريتينال ديتاشمنت. بكده شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.